معانا على الهاتف استاذ عمر بلبع، رئيس شعبه السيارات بالغرف التجاريه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. الحقيقه رئيس سي سي بي له اهتمام كبير جدا فيما يخص صناعه السيارات والصناعات المغذيه، يعني خلينا نعرف من حضرتك ايه التحديات اللي بتقف امام تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائيه؟ طبعا هي اتجاه سيادي وسياسي ليه ابعاد بيئيه وابعاد اقتصاديه كبيره جدا، يعني مصر يعني لازم تنتهجها امتثالا للدول الاوروبيه اللي سبقتنا في المجال السيارات الكهربائيه. لكن ينقصنا طبعا الاول المصداقيه بين القطاع الصناعي والتجاري والمستهلك اللي هيقتني السياره، لازم يكون في بنيه تحتيه من حيث مراكز خدمه، مراكز شحن البطاريات العربيات الكهرباء على مستوى تغطي 27 محافظه، وبالتالي دي هتبقى اول اداه دفع للمستهلك ان هو يرغب في اقتناء السياره الكهربائيه. بالاضافه طبعا انها اقتصاديا احسن كتير من البنزين، هتوفر كتير قوي في التكلفه اليوميه او الاستهلاك اليومي للعربيه، وفي نفس الوقت تحافظ على البيئه. تحافظ على البيئه طبعا، يعني مفيش تلوث، مفيش بوليوشن بشكل ملحوظ قوي، وحتى الدوشه يعني العربيات الكهرباء دي لو حضرتك لاحظت انها ملهاش صوت. يعني الضوضاء برضه، هو في تلوث برضه، تلوث سمعي مش بس يعني العربيات الكهرباء بتحس ان العربيه ماشيه زي ما بنشوفها في القرى السياحيه تقريبا. أيوه. كده عربيات الجولف كارت مثلا، فدي حاجه هتبقى كويسه. انما ان احنا نوصل للتكنولوجيا ان احنا نصنع عربيه كهربائيه 100%، اعتقد انها لسه محتاجين شويه يعني دراسات وشويه استقطاب للخبرات الاجنبيه من بره اللي سبقونا في هذا المجال. لان احنا في السيارات العاديه احنا بننتج من 40 ل 45%، يعني ما وصلناش حتى ل 70 او 60% في الفتره اللي فاتت. فالكهربائيه اعتقد انها محتاجه شويه تاني في التصنيع، لانها عربيه، لان هو ده المستقبل مش بس في مصر، ما اعتقد هيبقى مستوى على مستوى العالم كله العربيه الكهربائيه هي في الاخر هي اللي هتغزو الاسواق يعني. فنتمنى ان احنا نبتدي يعني نتقدم في نسبه الانتاج المحلي ونزداد فيه تدريجيا، ومش عيب ابدا ان احنا نستقطب خبرات اجنبيه. لا بالتاكيد، ما احنا كمان الدوله مهتمه دلوقتي بكثير من يعني بالتطور وبالتكنولوجيا وبالجامعات والكليات اللي بتساعد في انه تكون دي الدراسات المتخصصه اللي هتصب في النهايه انه احنا نقدر نكون عندنا قدرة على التصنيع، سواء اذا كان في السيارات الكهربائيه او في مجالات اخرى منافسه نقدر بيها تدريجيا ننافس العالم. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، على هذه المداخلة.